بسرعه كده، طقوسك ايه بقى في العيد كل سنه وانت طيب؟ في العيد طقوسي كان زمان وانا صغير، ما عدتش ولا مره العيد في اسكندريه؟ لا كتير. بس يعني انا بفتكر انه انا بقيت بعيد ازاي، لا خلاص بقى عجزت على، بقيت بفرح بالولادي لانه انا عندي 7 اولاد، ربنا يخليك. اخرهم عندها 7 سنين ونص جنى، وكلهم طالعين فنانين، بس ما حدش احترف غير احمد يعني. يعني فرحه العيد انا بفرح لهم، يعني بفرح لهم اكيد الاولاد والعيله. لكن مثلا بيوحشني يعني يجي رمضان اقول يا لو اعرف امسك فانوس واجري في الشارع زي زمان واقول يعني. فيعني انما بقى في فرحتك بولادك، فرحتك بالاطفال كده يعني. كل سنه وحضرتك طيب وشرفتنا، ويعني يا رب يبقى عيد سعيد عليك وعلى اسرتك ودايما منورنا في اسكندريه. الله يخليكي وعليكي وعلى اهل اسكندريه كلهم، الناس اللي انا يعني دايما لما اجي اغني ابقى جاي مطمن انه هيفهموا، لانه سميعه بجد يعني، طول عمري بقول كده. وهما بيحبوا حضرتك ودايما يا رب مشرفنا، دايما كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليكي وحضرتك طيب.